ظنونك. خلاص رح اصوت لك بكره. عشان قلبي حب قلبك. الله كبير، الله كبير، الله كبير. انتي اللي انتي عايزاه اعمل ايه؟ يا زلمه اكيد رح اصوت لك، مش عشان انت صوتت لي، عشان انت لازم تضل هون، اصلا حرام تكون من هيك. اللي سمع وصل. يلا العب العب. اخر جمله ايه؟ واللي سمع يوصل. يلا في كازورات هنا لسه لازم تتشال. مني؟ لو قعدت شوية غلطان. مش كازورات، قصدي مش كازورات، يعني قصدي أفكار لازم تتشال. أوكي. عشان تبقى شخصية صح؟ لا والله صح. مش من طرفي، مش في عقلي، مش مني. هو ده لما يتقال الناس تفتكر إنه منك. ما هو مني. بس مش مني ولا مني؟ اللي سمع يوصل. أنا حكيت إشي منيح عنك على فكرة. حبيبتي أنا ما بتكلمش عنك. وفلا ما بتكلمش عني. ربنا يوفق، ربنا يوفق. طيب عن الحد الثاني، فكرت في حد هون لسه قاعد سمع يوصل له. عيب عيب عليك. كبري كبري مخك، كبري مخك. طيب اوكي. كبري مخك، مش انا بعلمك؟ طيب اوكي. احترمي نفسك، كبري عقلك. افهمي، كبري عقلك. بس انا حكيت اشي منيح يعني. منيح، كبري عقلك. طيب. وبرضه الله كبير، واللي بيغش ما بيضل هون. انا ما بغشش خالص. عشان بحكي عنك. اكيد رح افوز. طب يلا العبي فاول. عن جد؟ ودخلت لي كورة كمان. انا الصغير. انت الصغيرة. صغيرة صغيرة. عايش انا وقلبي وما انت معاه. انت لو جيتي جبتي دي هنا كده هتجيبي دي بعدين. وكمان هتجيبي دي كمان. تعرف شو مشكلتي بالبلياردو؟ ما بفكر لقدام، بفكر بس بالطابل رح العبها. ده في الحياة كلها. صح. في واحدة كمان هناك يلعن لو عايزة. بحب من بعيد، بحبش من قريب. والله بكرههم القلوب. ايه ما فاتت خلص عادي. شفته من بعيد. مثلا. مثلا لما ظهري تقطع مثلا. لما شو؟ لما ظهري تقطم. بس حبيت بعدين انك طلعتي في طبهم وجابوا لي اللقطة واحنا بنعمل كده. اخ يا امي ليه؟ لا شو فكرة، برافو، عملتيها ازاي دي؟ علميها اني بعد اذنك. تجمع الهبل دبل. لا بعيش انا وقلبي وما انت معانا. خليت في ايدك بعدي كثرة الظنون. بو ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ كيف يحدث ذلك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اخ ايه الرواقة دي؟ ايه رأيك انت؟ من جوا نار بس لعب خفيف هيك. من جوا نار ليه يا لولو؟ عشان في اشياء كثير عم بتصير. عم زي؟ على فكرة مش حكي لك حاجة ثانية نهائي. نهائي. شوف اللعبة المخدرمة. طول ما انت مش صريحة خلص، يعني طول ما انت مش صريحة احنا بنتكلم خلص. ايه بلا كذب بحياة امك. عن جد؟ معرفش بس اكيد مش هيفرق. اوه ماي جاد بحياة امك. شفتيها دي؟ الله يسامحك اذا بتكذب. شفتيها دي؟ باك ستيج. اكيد اشتغلها، والله اشتغلها. يا حبيبتي مو كبرة شانك. ما بدي اروح. لا تروحين. عبد السلام ما تكذب. عبد السلام يا قلبي ليش تكذب؟ مين قال لك؟ طب مين قال لك؟ كيف سمعت؟ تحت مبطلة باب من الايام. بحياة امك بدهم اياني. والله ليان ونسمة، نسمة راحت. الله لا يوفقك وان شاء الله بتطلعني من الاسبوع الجاي اذا بتكذب. وهي دعوة الصغار. خلص ما تروحيش. مسحوبة مسحوبة. خلص ما تروحيش والنبي. ما تكونش بلعب يعني، لا اكثر ولا اقل.
طيب قوي. بمزح. بجد بحبها جدا. والله طيب قوي. هذا شنو؟ عملتها ازاي دي؟ كله الي هدول. يا جماعه في كيكه هنا خذيتها. اسمعوا ليه؟ دي بتاعتي خدها. والله؟ خدها بتاعتي. لا انت ممكن تهدي اللي قبل باي دي. لا انا بتاعتي اللي هون دي خلاص رجع دي مكانها. هون. هون؟ هنا. رجع دي مكانها يبقى انت كلت بتاعتي. يلا. والله. لا حبيبي. في عايز ايه يا لا؟ عايز حاجه من الجيم؟ يا الله. يا الله فازني فازني فازني. تعال صف تعال صف يا عبد السلام. انا صف الطيور الحب تلعبون وانا صف. شو انا صف يا عبد السلام. ربنا يوفق. الله اسمعين على فكرة بظلموت دي حبيبتي. والله مبين. بوكينج من. يلا صور. استني حط فيه كده. والله. عشان نبقى عاملين مثلث. تعالى يا سلام. صورنا. خلينا نحط لكم ماي وعيش شوي. ماي وعيش واحنا عصافير. احنا في الانياد. ماي وعيش. عيش صف. شو صف؟ اللي خسران يصف. اللي خسران يصف على دول هذه القاعدة. يلا. ما تخسريش عشان ما تصفي. ربنا يوفقك. روح تجيب لي الابل باي. بلا هبل انتوا هلا ب ابل باي. تزعل ام حرام. لا يا اختي ما تزعلش واثقه فيا. والله واثقه فيا. مصابين بتلم وتبوس شكلها موقع. اسمع شكلها الابل باي دي بعد شكلها موقع معها احمد شكلها قبل ما يجي يضل يقول لي واثقه فيا. مين؟ ام. لا يا حبيبي واثقه فيا بقول لك شكلك موقع معها. ال ال عبد السلام. نعم. روح هات لي الابل باي بعد اذنك. والله هناك انت بتلعب وانا اجيب لك ابل. ايه عشان انت كده اكلت الاثنين يا عبد السلام. يا بحر. طب انت كده اكلت الاثنين. في واحده بتاعت سوري يا بحر خليت كيكه احمد عزت. طب ما في واحده انت خدتها بتاعت مين؟ يا بحر ما اعرف. صدق حرام يعني لو حد. يلا يا حبيبي خش كيكتك خش حاطه هني. تعرفين ان عبد السلام ما خلى شيء. حيوان. يعني ايه ده بقى ايه ده؟ ايه الشكل الثلاثي الابعاد ده؟ ايه ده؟ يا حبيبي قلب حب افهم حاول تفهم. قلب حب وحركاته وربنا يوفق. لا عندي فانز بديش اخسرهم عشان ايده. نعم؟ لا 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 استني بقى تعالي لي من خلف. ايه عندك ايه مش عايزه تخسريهم عشان سبب مين؟ ايه وانا بمشي على قدها ولا ايه؟ ايه يا بظلموت؟ ايوه الفانز بتاعك هتخسريهم بسبب ليه بيكرهوني ولا ايه يعني؟ لا ما يعرفوا ان احنا بنلعب مع بعض هيتضايقوا فيقولوا لك ليه بتلعبي مع الواد المعفن ده؟ الفانز الفانز على اساس ان انا ما حدش يعرفني يعني خالص. ولكن هلا انت لما تكون عارف انه هاي مثلا المغنيه عادي انا مالي سنجل سنجل بحبها اكثر بتعرف انها فعلا ده انت دخلتي من السنجل وبقيتي سنجل هنا. ايوه شلون؟ ولا يحصل انت هنا عارف ان احمد مرتبط مع ام. طيب ليش تحبينه ومضروبه فيه؟ انت عارف اقول لك على حاجه ليان عيب. ليان اعملي له كده. لا عليه على ودنك انت على ودنك انت. فكك من نفسك. قولي له فكك من نفسك. عيب عليك عيب عيب عليك. في الاوضه في الاوضه نايم عشان مصدوم. ليه يا راجل انت بس عيب عليك يا احمد. تقولي يعني يا زلمه زي عبي. اختي زي اخوي قصدي عبي زي اختي على اخواتها. يعني ما اديها بالنص هتتضايق. انا شو؟ انا مين؟ انت الهام بظلمين. انت شايفة يا ام شايفة الموضوع شنو قاعد يصير يا ام. واو المفروض يفاول عن جد؟ عشان لعبت على لونه دخلت له بس العب يلا كريستين العب انت سترابش. كريستين واتس اب كريستين واي؟ اوكي اوكي دونت وري دونت وري كريستين اوكي بلشت اخسرك والله؟ قولي والله. لا مش والله.
اوكي. احسن مني يعني؟ هو بلعب فيه ده، بلعب ايش؟ لا لا واو، ما اشترك ميدو زقفوله، زاد عدد الفانز عندك بعدها الضربة. ايه يا راجل انت بس؟ تفكر حالك يعني اشطر مني؟ احمد هذا اشطر. انت موافق ان تكون عندك حبيبتين؟ ليش انا موافق اكون مع حدا مثلا عنده حبيبة؟ ومين قال لك انه انا بدي اكون حبيبة؟ شاطر، الله يرضى عليك. بتعملي ايه يا ابو ظلمي؟ احمد انت قاعد تخون ام. هاد كيكة قاعد تخون ام. بلحكي ما له طعمة. هلا بتزعل والله لو انا هيك عم بصير مع صاحبي جوا بفرح. ما بدي ترد عليه اصلا. عبد السلام واحد صنفور يعني. حبيبي السلام. موني موني. الله الله على الفاول. تعي عين عين الحسود فيها عود. شوف ما احلى هالتجمع السكاني. مش حدخل منه اشي. ولا اشي هلا بفوت. بس وحده. ما حلو والله. ما هي مش رح تفوت، بعرف حالي. شايف؟ بفعل. عزب النقف. حسام جيب لي معك قنينة ماي بليز. ميرسي. وانا كمان. ما حسألك. يا اخي والله الابل بايو هي سخنة. تفاول دي صح؟ لا. لا بس ليان انا ما كنت اعرف من متى تحبين احمد. توني قلت لك. ايش تحكي انت؟ هو تمنع بكت. خلاص انت عايزه عطلة؟ شو بعدين انا زي البسه؟ ما بدك تكون حبيبتك. عايزه حبيبتك ما بدك. عايزه اخرك. هو بيحاول يدس نبض يا حبيبي. فهمني ليان بلي قاعد تقول انا ابي انا يعني معجبه باحمد مضروب. حبيبي انا ما طولتش اصلا ان ليان تبقى معجبه به. ردي عليه ردي عليه. حرجني. اعطيه السيف. اخرك أوكي. بقى اخرك. يلا من الاخر شو بدك؟ عبلاطه اخرك. ها اللي عندك تعمله. اخرك يلا. انت قاعد تخون ام. انا اخرك اخرك بس يا حقير. اخرك فين؟ حقير من الفرحه. اخرك فين؟ اخرك فين يا عبد السلام؟ لا 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 مكسر مكسر. طب اخرك فين؟ ما خليك ترجع. اخرك فين؟ لا ربنا وفق. عنده كرت. خلاص ربنا وفق. خلاص فكك مننا. يلا العبي يا مصلحتكم والله. العبي يا ليان بقى. يلا خسرت. العب خسرتي. برافو عليك.